بدأ بداية كويسة جدا موضوع المدرجات، إن شاء الله بإذن الله تبقى بداية كويسة. وعايز أقول إن مفيش اختلاف بينا وبين أي حد، ومفيش اختلاف بينا وبين شعب بورسعيد وشعب القناة عامة. إخواتنا وإخواتنا وإحنا كلنا إخوات وشعب واحد، فإن شاء الله بإذن الله تبقى مبادرة كتير بإذن الله على مصر إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. نسيبك شوية بعيد عن المبادرة والمنتخب. والله حس المنتخب دي الواحد بيركز بشكل كبير مع الفرقة طبعا، ونشيطها كده مع الفرقة إن شاء الله يكون موجود في المنتخب بإذن الله. الواحد بيسعى الفترة الجاية يكون موجود في المنتخب مصر طبعا. أي لعيب في مصر بيتمنى يكون موجود في المنتخب طبعا. بتمنى لهم التوفيق طبعا لأول ماتش الجاي.